باي فتيات، فين في انا؟ يلا فايقه من ناسياكم وطليت عليكم وانا كحلوشه بحال هكا باش تشوفوني. ايوا كي جيتكم كي جاكم اللون معليش. today it's a special day. لماذا؟ لانه كاينه الحفله عريس صغير ديال ولد خالتي، ولكن السبيشال في الموضوع هو ان اليوم عرسها هي ما مخبره والو. جاو هنا يدوزوا لي فاكونس، وفجأة قرروا انه يديروا لهم ضروري خاص الواحد، حنا دايرين المغاربه راكم كتعرفوا خاصها تجرب الاجواء المغربيه وتلبس التكشيطه وتطلع في العماريه هلا لايضه ضروري. حنا خصنا شي مناسبه باش نوضو ندير ديك الشطحون، هذاك الشيء اللي درنا دابا لحقت حاجه الصباح انا كنحاول نتلفها كل مره كنقول لها كتقول لي وير التكشيطه والتكشيطه ام كان وير، كنقول لها ويت ام كان برينغ يو التكشيطه عندي. تلفت لها الجريه وحنا راه ديجا اختاروا لها التكشيطه وجابوا لها نقافه وكلشي واجد، وهي مفخوره ما يتعاود. غادي تتفاجئ اليوم وغادي تشوفوا المفاجاه تكدر. غنفطروا ونمشيو للصالون نصاوبوا شعرنا انا واختي ندال وهي واختو اخت العريس. خيروا لها شنو اخت العريس تجيها درايره درتها اولا على درتها ويلي در عقوسه لا ويلي شنو كيقولوا لخت العريس؟ معليش انا تبلونطيت كنا مسافرين بعد هذا الوقت كامل داكشي جانا مزحوم، ولكن حاولنا شكون انا ما درت والو، حاولنا نورغانيزيو. انا جايب الكاميرامان عشير انا اللي جايبه زكريا راه غيبان معايا في الفيديو. زعما حاولوا يورغانيزيوها قبل ما نمشيو نسافروا. سافرنا واحد السيمانه لمولاي بوزلهام، راكم غتكونوا شفتوا الفلوغ اللي باش شافوش يدخل يشوفوا عاد يجي يكمل كلام قصه. مشيت للصالون قلت الدفاري تهرس لي دفري يا فنش. هلو جود مورنينغ. يا علاه كتبوا لي قالين لي هو انه غتمشي معنا لواحد العرس العائله، اول مره تحضر العرس هي اللي حنا اللي غنلبسوه داكشي حتى عندنا التقاليد ديالنا. نيش كتبوا بعض مين جبناه قالت لها تفطر هي مسكينه مخبره ميتها. نفيقوا نضال فيقي مولاي السلطان دينا في الصالون. ها هو ساخط جا الساه طلعت مع السخون. غادي نجيب قرعه الماء اخت العريس ساخطه. يس ثانك يو. حنا جينا عند نهيلة صحيتي عندها واحد الصالون واحد اخر تهرس ليها الفرح. حنا غنجيبو نجيبولها نلبقو ليها عند نهيلة من بعد. طبعا هاي نونو قولي هاي قولي مرحبا بكم. مرحبا بكم عندنا وعندها. غادي راه تسكر الروسوفور وتندور ويلي واحد عندي هاد الشقة كامل شي بحال شي قايجة تيجمع فلوس بالفلوكة. وريهم الشوط العام وريهم الشوط. ها انتم شوفوا الصوالات زويو الماك ديال الشيء كيجيوها بزاف. انا راه معناتها ندير لك حوايجي صافي. انتم دابا شوفوني من عند قاد انا عجبكم صافي. تجهز اختي بونكورس خذي لك الشوكولا. شكرا. العريس واخت العريس جبناها عند مولا تكاشط باش ما تعيقش. قلنا لها هذه هي التكشيطه اللي اختارت لك موت العريس اللي هي عقوستها. قلنا هذه اللي اختارتها لك باش تقدري تحضري معنا في العرس ديال العائله بها وباش ما تعيقش اكثر، لاننا حنا واخدين لها جوج ديال اللبسات وصافي. جات باش تشوف الحزام اللي واش قداو ولا ماشي قداو وصافي. نهضر مع الصبا بغيت تختار لي زاكسسوار وطيح عليا الشكلاط ولا هادو هافر بزاف يا تو ماتش. هادو صعب زمان اوكي. يا مسكينة ما عايقة بوالو. شو هادي؟ كيف لك النحلة؟ العروسة كتوجد هنايا. نضال تتوجد هنايا. حنا في خضم التوجد التحقت بنا فاتي. هاي ختي كيفكم هذا التكشيط؟ كشاطي الوالده
جرحت راسي تفو. هاي نضربوا عليا نوفاتي. لاباس عليكم؟ تويميات دايرين داكشي ديال ماتشي ماتشي. جيناكم كي جيناكم بماتشي ماتشي زوينين. ولي ولي ذكري حاضر بقوة دائما ابدا. هادي سارة بنت خالي كما كتشوفوا حتى ضربة دونجي دونجي. خواتي غرودي غنية عن التعريف. انا وياها تقشي طماطشي. ايوا بنت خالي زينب اخوانيا. وي شريفية شمالية شريفية شمالية 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 شمالية. هذا عماد خو سارة. العازم هو جا العريس. المفاجأة بغينا ترجع مع الطوموبيليه هنايا باش تبان. باش تهبط شكون اللي رجع الطوموبيل؟ دونك غتشوفوا. صبايا هبطات. او ماي جاد. او ماي جاد. مغنيين مغنيين كلهم يجيو يخرجوا برا. يلاه شنو فهمت شي حاجه؟ ما فهمت والو. هذاك ما فهمتش. واش ما فهمت اللعبه راندا؟ شي دوز نو. او ماي جاد. Yeah.
بنتي تباكا وشوشو قالك شكون اللي عيطلي لنا تحلى المفاجاه فاجئوهم الدراري الدراري فاجئوهم فاجئو هادي غادي نتزوج دابا دابا نفاجئك انا براجل براجل الاول Oh la bella, bella, oh la bella vita. باسي هاد الباسي العريس الله
على رسول الله الى الشيله جسيدا والله إلى الجيلة سيدنا محمد الله مع الجيل العلي